8 ونص بتاع الصباح. والتو قديش الوقت؟ تسعة ونص. سنوست على الليل. جينا 8 ونص نظمنا القاعات الكل تاع المركز هذا، فما 8 قاعات المكاتب. وبعد تالي شفنا شوية تنظيم في الشياحة، جانا الجيش توا شد المكتب وقاعة معناها سهرة مع الحراسة تاع المركز بارك الله فيك، وقاعدين توا نستنوا في الصنادق. الصنادق نستقبلوهم، رئيس المركز يفرق الصنادق رؤساء المكاتب، كل واحد ياخذ صندوق نتاعو يشوفه يحب يفتحوا، يشوفوا المحتويات نتاعو الكل، يتفقدهم اللي هو كاملين، يعاود يسكرهم، وبعد ما تتم العمليه هذيا نروحوا روحنا. بالنسبه للانتخابات هذيا ان شاء الله تعدى خير من الانتخابات اللي فاتت. برشا حاجات تحسنت، فما دي بروسيسوس تحسنوا، حابين يكونوا خير. الهيئه العليا حاولت تحط دونك تتفادى المشاكل اللي صارت في 2011. العدد نتاع المكاتب اكثر باش الناس تستنى اقل، ولكن لاحظوا اللي فما حاجات اللي ممكن يزيد نجم تكون تقويها في الانتخابات الجايه، هي مثلا استعمال شويه يعني الانفورماتيك، كما اللي هو مثلا جيبنا ليست نحسبوا فيهم على اوراق، ورقة كراسة، ورقة واحد، وقعدنا 200 سنة نحي ليست فينا كل عضو هذاك يدمروه. الوقت هذوما الكل كانوا نجموا يجيونا من الاول منظمين من عند الليزي، معناتها سكريبت نتاع معناتها يعني يحط يزالوه معناتها لي جروب دو فاسون اوتوماتيك، ما يقولوش عليها غير 6 سوايع. شويه تنظيمات كما نقولوا نحن ما تضرش برشا، والليسان عندنا اعضاء عندنا رؤساء مكاتب ينظفوا وحدهم اللي هم بجافيل يعني بابور، معناتها يديهم تحريت من 8 ونص نتاع الصباح وروب زاد تركت، فهمتني؟ وحدهم اليوم امراه معناتها يديها ولادهم بالدم كلها، معناتها باش غدوه الناس الكل تنتخب في على طول، معناتها مقبوله، فهمتني؟ نظيفه نوعا ما، لكن يعني تكون الصالات مهيئه دونك للظروف باهيه في الانتخابات. وان شاء الله توا الجانب التقني معناتها الجانب الانفورماتيك ما يقلقش بعد في الديبلومون، خاطر توا نحن سي بروسيسوس جديد في الديبلومون، ان شاء الله الجانب الانفورماتيك ما يكونش كونترينيون برشا في الديبلومون، ولا يكون فيش دي فاك تكنيك. نشوفوا من غير المعقول اللي معناها رؤساء المكاتب يقعدوا معنا ساعة متأخرة باش يسلموا الصناديق، ومعناها هما غدوة باش يبداو في يوم مضني. ينجم يوصل حتى منتصف الليل ولا يفوت. احنا هوني في مركز مدرسة النصر واحد، جينا من 8 ونص تاع الصباح توا في 9 ونص. بون العنصر النسائي حاضر بقوة، لاحظنا إرادة قوية من قبل المرأة التونسية، أنا بريسك ثلاثة ولا أربع رئيسات مكاتب اقتراع. احنا هوني ساهرين نستناو في صنادق، بون حضرنا كل شيء، حضرنا المكاتب نتاعنا، عرفنا شكون الاعضاء باش يخدموا معنا ان شاء الله غدوه، وهنا نستناو في صنادق، وان شاء الله العمليه تتم بكل سلاسه وشفافيه. تحيا تونس. تحيا. مبينا تكون الامور اكثر تنظيم، باسكو توا نحنا قربنا لنهار الانتخابات. اللي هي كانت يزيد كانت نجم تعمل حاجة بي انفورماتيزي وتكون أمور أكثر منظمة. صحيح جينا من 8 ونص واقفين ونستناو ونظمنا اليسار وحاولنا الماكسيموم إن احنا نكونوا حاضرين طوالة السهرة. بالنسبة للإشكالية اللي قاعد صارت واللي صارت يعني بما دو فوا اللي هي في العباد ما تعرفش روحها فين مدرسة بالضبط، يعني عندك رياضة النصر واحد، أريانا النصر اثنين، يعني هذه إشكالية صارت برشا رؤساء مكاتب والأعضاء في المكاتب الاختراع اللي هي ما تعرفش روحها فين مدرسة شي يسوبريزون.
Bien sûr, c'est un peu fatigant quand même. Ça, c'est une chose de manière bien claire. Mais vu que ils sont les militaires qui se sont. Qui en sont responsables, quoi. C'est un peu dur quand même, mais. On a tout fait, tout en ordre, on a été tous la main à la pâte, on a coulé. Voilà, il y a un peu l'organisation, on les a pas désirés, quoi. Peut-être que ça va venir dans les années prochaines. L'organisation doit s'améliorer au fur et à mesure des années, quoi. ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله نحاول باش نجنبوا كيما فما السلبيات صغيره وفما سلبيات معناتها كيما خاطر كي حتى توا معناتها ما وصلوش الصناديق دونك معناتها فما شويه اخلالات ما نجموش نخبيو هذايا الاخلالات هما يسون ديبوردي معناتها الافكتيف نتصور معناتها كان ينجم يكون اكثر ولا اكثر افيكاس ما نعرفش خاطر مش فايده في واحد يتعب برشا معناتها باش يبدا فما ريزولتا معناتها نجم يكون يتعب شويه معناتها يكون ريزولتا معناتها باهي معناتها مش فايده في التعب دونك معناتها الاخلالات كيما قلت لك تو معناتها فما تنظيم فما اخلالات على مستوى التنظيم شويه تنظيم معناتها مش محكم 100% وان شاء الله معناتها نحاول نعمل شي تفاديو هذايا وانا احنا سهرين هذاك اللي قاعدين نعمل قاعدين نسهر وباش يجيو ناس نادر وان شاء الله باش نقوموا معناتها بالتثبت من نادر من المحتويات وكل شيء ان شاء الله غدوه كل شيء بلبس ان شاء الله وتحيا تونس فوالا وتحيه تونس غدوه نهار طويل لهذا خليكم توا هذا غدوه نبداو من 6 تاع الصباح باش نوفيو بحول الله وقدرته بنات نص الليل وما ثلاثة الا ما نهزو الصنادق خاطر دونك الصنادق ما نهزوش لازم نقعدو بحدا الصنادق ونأسو عيلة محلولة وان شاء الله نغدو تقعد محلولة.